متن تحفة الأطفال لصاحبها سليمان بن حسين ابن محمد الجمزوري. مقدمة. يقول رجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني. فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي. همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام بستة آتت، في يرملون عندهم قد ثبتت. لكنها قسمان، قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنة. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. أحكام النون والميم المشددتين: وغنى ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. أحكام الميم الساكنة: والميم إن تسكن تاجي قبل الهجاء، ذا ألف اللينة لذي الحجا. أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوي للقراء. والثاني إدغام بمثلها أتى، وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في الباقية من أحرف وسمها شفوية. واحذر لدى واو وفاء تختفي، لقربها والاتحاد فاعرفي. حكم لام ال ولام الفعل: للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي. قبل أربع مع عشرة خذ علمه، من ابغي حجك وخف عقيمه. ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي. طب ثم صر رحما تفز للظان عم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام لولا سمها قمرية، واللام الأخرى سميها شفوية. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قلنا عم وقلنا والتقى. في المثلين والمتقاربين والمتجانسين إن في الصفات والمخارج اتفق، حرفان فالمثلان فيهما أحق. وإن يكونا مخرجا تقربا، وفي الصفات اختلفا يلقبا.
متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفة حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. أقسام المد. والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. أحكام المد. للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عارض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. أقسام المد اللازم. أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل فإن بكلمات سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي واقع أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمانين حصر يجمعها حروف كم عسى النقص وعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاث لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطع كذا اشتهر. الخاتمة. وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند بدل ذي النهى تاريخها بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي.